الخيول. دونك سي بارتي بور لا ثوازيام كورس. انتر جايزات غانيا حليمه خيول عربيه اصيله 4 سنوات فما فوق سباق منصف دي. المسافه هي 1850 متر. انطلاقة قوية من جانب جميع المشاركين في هذه المسابقة. كانت بالصعود الجيد لرقم 5 شموس عثمان رجل الآن كينطلق بقوة من الجهة الخارجية. صعود لرقم 18 أم غيتموس أيوب الرملي من الجهة الوسطى. كذلك من جهة الحاجز انطلاقة قوية لرقم 1 في الثوازيام بلاس عايدة البراق إبراهيم الغريب الآن كينطلق من جهة الحاجز. بينما في البخوميير بلاس كانوا جدو شموس رقم 5 المرشحة للفوز. بقات الركيبة عثمان رجل الفرنسي السيد عبد العالي بالعتيق الآن في انطلاقة جيدة في الصف الأول. رقم 18 أم غيتموس في الصف الثاني رفقة الركيب أيوب الرومالي. في الثوازيام بلاس كانت تابع الصعود الجيد لرقم 7 جبريل عبد السلام الحافظي. في الصف الرابع رقم 1 عايدة البراق إبراهيم الغريب. باقي رقم 5 شموس متشبتة بلا بريمير بلاس. رقم 5 الآن عثمان كجل اللي كيحاول يرفع فريقات السباق في المقدمة. ضغط قوي جدا لرقم 18 أم غيتموس. في الدوزيام بلاس رفقة الركيب أيوب الرومالي. في الصف الثالث كتابع الصعود من الجهة الخارجية لرقم 3 مكتوب رفقة الركاب الغني دعوف. كذلك من جهة الحاجز صعود جيد لرقم 7 جبريل رفقة الراكب عبد السلام الحافظي. باقي الشموس رقم 5 متمسكة بلا بروميير بلاس لكن الضغط قوي جدا لرقم 18 ورقم 3 من الجهة الخارجية. ومن جهة الحاجز رقم 7 جبريل الآن في صعود قوي. كذلك صعود ممتاز لرقم 2 ناصيما بس خالد جبريل الآن كيجي في الصف الخامس من الجهة الخارجية. باقي رقم 5 الآن في الصف الأول لكن رقم 3 الآن كينتازع الصف الثاني من رقم 18 رقم 5 في الصف الأول ورقم 3 ناصيما مكتوب عفوا في الصف الثاني ورقم 18 أم غيتموس في لا ثروازيام بلاص الثنائي والمستقيم في هذه المسابقة. باقي رقم 5 متشبتة بالصف الأول لكن صعود ممتاز لمجموعة ديال الخيول. من جهة الحاجز صعود لرقم 6 إسمهان زهير مدحي الآن كينطلق بقوة وكينتازع الصف الأول من شموس. الآن بقى صراع قوي الصف الأول بين رقم 5 ورقم 6 ساقوي برقم 5 ورقم 6 للصف الاول. الفوز ربما لرقم 5 او رقم 6 اذا الفوز لربما للشموس في الصف الاول و13 عفوا في الصف الثاني 18 في الصف الثالث. فوز ديال 5 شموس بهذه المسابقه. الفرس ديال السيد عبد العالي كتفوز بهذه المسابقه رفقه الركيب عثمان الكجل 13 كتسالي في الصف الثاني ماروكيا بوسكورا ايوب رايي في الصف الثاني. اذا هذا هو الثنائي المقدمه بالنسبه لهذا